في القاهرة برئاسة الأستاذ محفوظ، وتحية أيضا لأفراد الجوق كل واحد باسمه على عزفهم المبهر في هذه الليلة الجميلة. سمريتنا سمرية فنية رائعة تعبق بأحلى الكلام وأجمل الأنغام وأرق الألحان. نسافر إلى سماوات العطاء التي تمتح من الصفاء والنضج والحب والاشتياق والحنين والأمل. الموسيقى جزء لا يتجزأ من طبيعتنا وكينونتنا ووجداننا. إلى الجمل اللحنية المبتكرة والإلمام بالطبقات الصوتية والإيقاعات المثيرة بلحن جميل وأداء عميق. حيوا معي جميعا صوتا من أصوات البهائم، سنشرف أسماعنا به، سنجد فيه ثواتنا وأذواقنا، وسينعش إحساسنا، سيهدي مشاعرنا ويفتح خيالنا. صوت قادم إلى الساحة الغنائية بكل حضور وقوة واتزان. الصوت القادر على توفير الفرحة والشموخ والشجن. رحبوا معي جميعا بالفنان الكبير الأستاذ جواد بنونة. جواد بنونة فنان مبهر بصوته بشوق، بصوته بطريقته وبأسلوبه، صوت مشرق، صوت كريم، لحظات ممتعة مع الفنان الكبير الأستاذ جواد بنونة في الرائعات الخالدة سبار تقادة. من كلمات علي الحكام لحن الأستاذ عبد القادر وهمي. عندك تا اي قد مش ديها الفيشة ديها اللايف. Whoa.
Oh,